خلينا نخص بالصباح سلمى. اليوم كل طلاب المدارس وكل الكادر التدريسي بمختلف مراحله العمرية، موضوعنا لليوم قد ما ممكن نتخيل بيحمل من أهمية وتوعوي بشكل كتير كبير. سلمى، لما بنقول اليوم عن سنوات طويلة من الحرب، أداء إلى يمكن آثار سلبية سلوكية صحيح. نفسية اجتماعية حتى خاصة على الأطفال، وأكيد أكيد رح تترك عندهم مشكلات كتير كبيرة. هون جانب الإرشاد قديش له دور بحل هي المشكلات، لما بنوقف إيد بإيد مع الأهل والمدرسة قد يمكن نحن قادرين نحل أي مشكلة بتواجهنا، خاصة لما بنقول حرب فالطبيعي يكون في عنا مشكلات. سلمى، أكيد فرح، ويمكن خلال هاي الفترة حاولنا كتير نضيء على هاي المشكلات وآثارها، وعم نشوف حتى ظهور بعض المشاكل والظواهر الغريبة على مجتمعاتنا الناجمة عن التنشئة الخطأ الاجتماعية خصوصا بعمر صغير. خلينا نقول قد ايه مهم اليوم دور المرشد في المدرسة، إن كان هو الكتف اللي يمكن يتكئ عليه الطالب أو التلميذ أو حتى يمكن المساعدة بحل المشاكل. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وأهمية المرشد النفسي أو حتى الاجتماعي مع الدكتورة سبيت سليمان، رئيسة دائرة الإرشاد في وزارة التربية. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك أكثر، لما بنسمع مفهوم مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي، شو أهم صفاته وشو دوره الحقيقي بتواجده طبعا بالمدارس؟ طبعا وزارة التربية أولت الاهتمام الكبير في العملية التعليمية والتربوية، وكان منها الجانب التربوي والإرشادي. فنحن نعرف أنه العملية التربوية كل متكامل، لابد أن يكون هنالك لدينا مجموعة من المقومات لأن تنجح العملية التعليمية، فكان لابد من وجود المرشد. المرشد كما ذكرتم هو يعني الركيزة الأساسية في المدرسة من خلال اطلاعه على كيفية تهيئة البيئة المناسبة للعملية، لأن تكون عملية تربوية على الصعيد المدرسي. وعلى الصعيد المسترشد أيضا كتير مهم أنه المرشد أنه يشتغل على قدرات الطلاب، إمكاناتهم مهاراتهم، شو بيتمتعوا من قدرات، شو بيتمتعوا من إمكانات، شو عندهم جوانب قوة، شو عندهم جوانب نمو، قديش بيشتغل عليها المرشد حتى يساعد الطالب بأنه يستعيد قواه ويكون قادر على أن يكون هذا المسترشد الطالب قادر على تفهم إمكاناته، تفهم قدراته، تفهم كيف هو فيه بيشتغل مع ذات الطالب. بالإضافة لذلك أنه في عندنا جانب كثير مهم، كيف يتعامل مع إدارة المدرسة، كيف بيتعامل مع المدرسة بشكل عام. كما نعلم أن المسترشد الطالب في المدرسة بيكون عندنا مجموعة مشكلات، سواء كانت مشكلات أسرية أو مشكلات ذاتية أو مشكلات ضمن المدرسة أو مشكلات مع الأقران، لابد هذا أمر واضح وواقع تماما أن يكون في عندنا هيك مشكلات. اثنين، الترسبات والمشكلات الاجتماعية اللي بيواجهها الطالب كلها بتشكل ضغط كثير كبير عليه لهذا الطالب، أنه أحيانا بتكون ضاغطة بحيث تأثر على التحصيل الدراسي. ومن هون بيتضح دور المرشد كيف فيه بيساعد المسترشد أنه يتخلص من هاي المشكلات، أو مو يتخلص بالقدر اللي بيفتح له مسارات، يفتح له مسارات كيف فيه يساعد هيدا الطالب على التخلص من هاي المشكلات بصورة أو بأخرى، أو تفهم المشكلة أو القدرة على تجاوز هاي المشكلة. طبعا في عنا تقنيات، في عنا مهارات، في عنا مجموعة تقنيات من تلك المرشد بيستطيع من خلال الخطة الإرشادية اللي بيحطها المرشد في المدرسة أنه فعلا يتوصل، أنه يوقف إلى جانب الطالب. وأهم مسألة بموضوع الإرشاد، نحن منقول بتعريف الإرشاد هو قديش بيقدر يمكن المسترشد من القدرة على فهم إمكاناته وطاقاته وقدراته ويساعده على اتخاذ القرار. يعني بيخلي الطالب هو يتخذ القرار وليس المسترشد أو الآخرين. نعم دكتورة، هون لما بنحكي عن هذا الشخص اللي هو المرشد النفسي أو حتى الاجتماعي، فأكيد عنده مهارات مميزة لحتى هو يساهم بحل أي مشكلة نفسية أو اجتماعية موجودة عند الطالب. شو هي يمكن أبرز المهارات أو أبرز الصفات يلي من المفروض تكون موجودة بالمرشد لنجاح عملية الإرشاد وحل أي مشكلة ممكن تواجهه؟ تمام. هلا نحن لكل مهنه الى صفاتها. نعم. الى مهامها، الى توصيفها. خلينا نقول فتوصيف المدرس غير توصيف المرشد. المرشد له صفات، له خصائص فعلا بيتسم فيها بسبب نوعيه العمل، نوع الخدمه التي هو عليه ان يقدمها.
فلذلك من أهم صفات المرشد أو مهاراته أنه هو يكون يتحلى بالهدوء، بالصبر، بالموضوعية، بالعقلانية، بالذكاء، بسعة الاطلاع، بالثقافة. اثنين، أن يكون أهم مسألة أنه هو مدرك لقيمة عمله ومدرك لجزئيات عمله، كيف عليه أن يقدم الخدمة الإرشادية، عن طريق ماذا، ماذا عليه أن يمتلك حتى يستطيع أن يقدم هذه الخدمة. فلذلك صفات المرشد أهم مسألة أنه هو يكون مثل ما قلنا الصبر. ليش الصبر؟ أنه أحيانا المشكلة عند المسترشد بيكون بتعرف المسترشد عنده انفعالات، ما بده الإرشاد، ما بده حدا يرشده، هو مقتنع بأفكاره، بالتالي ما بده حدا، يعني بالعكس ما هو معتبر عنده مشكلة نهائيا، معتبر أنه وضع طبيعي. فهالمرشد لما بده يوقف قدام المسترشد فبدي يتحمل كل تبعات المسترشد، كل تبعاته، بدي يطول باله، بدي يكون هادي، بدي يكون صبور، بدي يستفهم الموضوع، بدي يستطيع يستنبط المشكلة، لأنه أحياناً بعض المرشدين عنيدين، المسترشدين في عنا العنيد، في عنا المقاوم، في عنا اللي مستبعد موضوع إنه أنا شو بدي يفيدني المرشد، فكتير هو بيقول لك إذا رحت عند المرشد أنا ممكن يفيدني ما ممكن يفيدني. أنا مقتنع بهالشيء، خاصة المدخنين على سبيل المثال اللي عندهم تأخر دراسي، اللي عندهم تأخر صباحي، اللي عندهم، فبيعتبروا مشكلات من جزء من حياتهم، وإنه يعني داوموا عليها، وما بيعتبروها لحد ما، ما بيعتبروها مشكلة، بيعتبروها نمط من أنماط الحياة وبالتالي متعايشين معها. لما بيتدخل المرشد قديش بده يلاقي مقاومة عند المسترشد، كثير بده يلاقي مقاومة، فقديش هو بده يكون هادي وصبور وحليم وموضوعي وعقلاني حتى يستطيع يتحمل ما يقدمه وما يقوم به المسترشد وبالتالي يقوده إلى عملية حل المشكلة. دكتورة كمان يعني بهذا الوقت اللي نحن فيه يمكن ظهرت مشكلات جديدة عند الأطفال بالمدارس، صرتوا أنتوا تلحظوها من خلال وجودكم، وخصوصا في طلاب تهجروا من بيوتهم، نزحوا لأماكن أخرى، صار في كتير قصص عم نشوفها ونسمع عنها ضمن المدارس. أبرز هاي المشكلات الاجتماعية اللي قدرتوا ترصدوها بالفترات السابقة؟ طبعا هذا الموضوع كتير مهم، وقامت وزارة التربية برصد مجموعة من المشكلات، وأنا الكتاب جايبته بالشنطة، فأنا حابة إنه إذا حدا بيناولنا إياه يعني نشوف بس الشباب إذا حدا بيقدر. الموضوع إنه نحن تم رصد مجموعة من المشكلات التي توجد في الميدان المدرسي، المشكلات النفسية، التربوية، السلوكية، الاجتماعية، الاقتصادية، بالإضافة للإعاقات التي نتجت عن الحرب، فكان تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير جدا، ومن خلالها تبين لنا قديش عندنا نسب بهذه المشكلات، وكان رأي السيد الوزير أنه نحن نعمل كتاب لحل هذه المشكلات. فنحن كان في عندنا المشكلات التربوية، النفسية، السلوكية، وتم تأليف هذا الدليل لكي نستطيع لكي نقدمه للمرشد لكي يساعده على تقنيات أكثر دقة في عملية حل المشكلات. فهيدا الكتاب مثل ما أنا شايفينه تناول ثلاث مشكلات التربوية، النفسية والسلوكية، ووضع الحدود، وضع الحلول لإلها ووفق تقنية إرشادية عالية المستوى، وهيدا كتير بيساعدنا للمسترشد، حطينا بإيده تقنية ممكن من خلال الجلسات الإرشادية قديش هو فيه بحل هاي المشكلات. نعم. كل مشكلة إلى نمط معين من الحل، النفسي إلى نمط، السلوكي إلى نمط، كتير مهم إلى نمط، وهيدا بيعتبروا إنه نحنا قدمنا كتير شيء، إنجاز كتير حلو للمرشدين بشكل عام، وتم توزيع الكتاب الدليل هيدا الكترونيا لجميع المرشدين عبر مجموعاته، وهيدا بيساعدهم جدا انه يكون في عنا خطوه كثير هامه جدا بعمليه الارشاد، كيف فينا نحن يعني نحقق العلاقه او نبني العلاقه الارشاديه الصحيحه ما بين المرشد وما بين المسترشد. نعم دكتوره، الشيء اللي بيسرنا انه نشوف فعلا انه في بكل مدرسه وبكل مكان ملجا للطالب يساعده يمكن على حل مشاكله، فينا نقول مخزن اسراره باختلاف التوصيف مثل ما كنا نسمع من الطلاب. لكن اذا بدنا نحكي شوي بواقعيه، اليوم المرشد إن كان النفسي أو حتى الاجتماعي قد فعلا هو أخذ حقه ومكانته، وفي تفاهم حقيقي لمكانة المرشد، لأنه للأسف أوقات بيكون في لغط مش عم يعمل المرشد، وبيكون عنده عمل يمكن أكبر بكتير من أي عمل آخر، وبده قدرة كتير كبيرة، ومثل ما قلنا قد بده صبر وإنسانية وغيرها من الصفات اللي المفروض أنه يتمتع فيها، لكن في لغطة شوي أحيانا بدوره، ممكن أي شيء استخفاف أنه مثلا فيك تشغل هي الحصة، أنه شو قاعد
عم تعمل هي كثير سمعناها بالفترة الأخيرة، خلينا نحدد دوره بشكل محدد اليوم المرشد داخل المدرسة، وهل هو فعلا أخذ حقه ومكانته بشكل صحيح؟ هلأ من حيث الأنظمة والقوانين نحن محددين دور المرشد بشكل كامل تماما، إمتى بيدخل على الحصة الإرشادية؟ نحن ما فينا ندخله على الحصة الإرشادية إلا في أوقات الفراغ بسبب ما عندنا حصة خاصة له، وممكن يستخدم عن طريق الفرص، ممكن عن طريق بعض المواد مثل الرياضة مثل الفنون ياخذ ربع ساعة منها المرشد يطلب المسترشد ويحل كمان يساعده، هذه ممكن. أما تخصيص حصة درسية لا يوجد، هي من حيث هذا المبدأ. من حيث المهام محددة تماما للمرشد، يوجد هنالك مهام واضحة تماما للمرشد، لكن مع الأسف الشديد أنه أحيانا بعض المرشدين هنون ما بيكونوا متقنين عملهم كما يجب. هي واحد. اثنين، احيانا اداره المدرسه ما انا كثير مقتنعه بدور المرشد. هون بيصير عندنا عمليه عدم خلينا بلورت موقف الارشادي لما بتكون عندي هي المشكلتي. اما لما بيكون عندي اداره متفهمه ومرشد متميز وهو فهمان عمله، يعني هون بهيك حالي ما بيكون في، بالعكس تكون العمليه الارشاديه كثير ممتازه جدا، وكثير من مدراء المدارس بيتصلوا فيني بيقولوا لي يا ريت تدبري لنا مرشد، بدنا مرشد للمدرسه. فالمرشد حاليا كثير عم يشتغل شغلات حلوه. بعدين نحن عندنا مناهج الارشاد بيشتغل وفق منهج وقائي علاجي انمائي، فنحن عندنا الوقائي يعني كل المشكلات اللي ممكن. مثلا نحن المرشد اول شيء بيرصد شو في عنده مشكلات بالمدرسه. نعم. اعلى مشكله شو هي؟ لنفترض التدخين، فهو بيشتغل بحط خطه ارشاديه لمساله التدخين، كيف انا فيني بقلل من التدخين في بين الطلاب بالمدارس. ممكن يكون على شكل توعي، ممكن يكون ارشاد جماعي، ممكن يكون حصه توعي، ممكن بروشورات موجوده في المدرسه. فهو وتقنياته ممكن يستطيع قديش فيه بيقدم خدمات بهذا الاتجاه. فنحن نوع المشكله هي بتفرض على المرشد انه هو كيف يقدم نوع الخدمه الارشاديه بالمدرسه. نعم، بس دكتوره حضرتك قلتي انه غالبا المرشدين ما عم يقدروا يدخلوا على الصفوف الا اذا في حصه فراغ، طب ليش ما بيتم ادراج لهم حصه معينه ولو مره بالاسبوع على الاقل او مرتين ضمن الحصات الدرسيه؟ لانه اليوم النتائج الاجتماعيه والاضطرابات السلوكيه لا تقل اهميه، يعني في كثير اشخاص او اطفال شفناهم ما عم يقدروا يكملوا تحصيلهم العلمي بسبب مشكلات اجتماعيه وسلوكيه، فليه ما بيتم في ادراج حصه لهم؟ انا بشكرك على هذا السؤال. فعلا نحن اليوم زادت عندنا نوع الاضطراب، الاضطرابات زادت وبعمر مبكر على عكس ما كانت عليه سابقا، نتيجه الضغوط الاجتماعيه، نتيجه الظروف، نتيجه الحرب، اختلاف الحياه والوسائل الموجوده فيها كثير على نفسيه الطالب، على خسر الطالب كثير. يعني في كثير طلاب خسرت اهلها، خسر بيته، خسر شاف مناظر كثير بشكل او باخر اثر الحرب يعني بشكل كبير. حتى اللي ما خسر اليوم او عم يتعامل بوسائل التواصل الاجتماعي صار عنده سلوكيات خاطئه ايضا. تماما يعني حتى ايضا يعني كل الاطفال بمختلف ظروفهم هن بحاجه لمرشد نفسي او اجتماعي. هلا مثل ما قلنا نحن اولا البرنامج الدراسي يعني هي يعني كامل تماما، يعني كامل برنامج خاصه في مدارس عندنا دوامين. لكن احنا بشكل عام هلا المرشد الشاطر فيه بيستطيع يقدم التوعيه بكل ابعاده، يعني عم نشوفهم وعم ياخذوا. هلا احيانا مثل ما قلنا يعني الارشاد عم يتقدم عن طريق التوعيه، يعني عن طريق التوعيه كثير شغله مهمه انه يقدم هو برنامج الوقائي، عن طريق ارشاد جمعي، يعني عم يشوفهم عم يدخلوا على الصف يعطيه مثلا المدير حصه، اني بعدين هو حسب خطته الارشاديه انا صف الاول بدي ادخل عليه قديش بدي، يعني بكفي يدخل بالاسبوع مره وحده على القاعه الصفيه، بكفيه اسبوع مره او بالاسبوعين يدخل على الصف، ما بي يعني بيكون كثير شيء منيح. يعني ما بتضر لانه الارشاد ما حصه تعليميه، هي حصه ارشاديه بترشد الطلاب لمشكلاتهم، لتهيئه البيئه المكانيه لهم، تهيئه البيئه الدرسيه، كيف هو يعني اهم سمه بالارشاد عندنا الارشاد التربوي كونه هو موجود بالمدارس، لذلك هو بيرشد الطالب كيف يعني حتى يتخصص بنوع دراسته، خاصه للطلاب التاسع كيف بدهم ينتقلوا مثلا شو يختاروا. يعني عندنا الارشاد المهني ومنشوء يعني وعم يشتغل كثير الارشاد المهني، كيف الطالب يختار الفرع اللي بده يدرسه سواء كان بدايه التاسع بتعرفي انت بيروحوا على المدارس المهنيه او بالثالث الثانوي وكيف بده يختار نوع الجامعه احيانا. فبيكون الارشاد له كثير كبير بهذا الخصوص بكل، يعني هذا الموضوع متوقف على مهاره المرشد
ومهارة إدارة المدرسة. يعني نحن ما فينا نشتغل لحالنا بالمدارس، إذا كان عندك مدير يعني ما كتير فهمان عمل إرشاد كتير بسبب صعوبات، وممكن يدخل المرشد إنه يدخله على درس يشغله مثل ما قالت أستاذي هون. فنحن هذا بده يتفهم العملية الإرشادية ويؤمن بالعملية الإرشادية وبدور العملية الإرشادية قديش إلى دور في التعرف على قدرات. أهم مسألة أن يكون في عنا صحة نفسية، متى ما امتلك الفرد الصحة النفسية وقادر على إدارة مشكلاته كل ما استطاع أني أنا أتوصل لنتائج إيجابية على صعيد الفرد. أكيد دكتورة سويد، سعيدين أنه كنت موجودة معنا لليوم، بدي أتمنى لك بقية نهار حلو، بدي أتشكر كمان جميع المرشدين مثل ما قلنا نفسي أو حتى الاجتماعي اللي هني عم يقوموا بعملهم فعلا وقادرين يمكن يحلوا كتير من المشكلات ويساهموا بنجاح إن كان العملية التعليمية أو حتى العملية الاجتماعية. شكرا لك دكتورة. يا أهلا سهلا، صباح الخير. شكرا لك دكتورة، ونتمنى عن جد يكون في لهم متسع من الوقت، ما يكونوا بوقت الفراغ بس. إن شاء الله. شكرا لك. يا أهلا وسهلا.